تخيل أنك استيقظت بعد 100 عام من الآن، بالتحديد في عام 1122، يعني كما يحدث في أفلام الخيال العلمي، توضع في كبسولة بيات وتستيقظ بعد 100 عام. لنتخيل في ذلك الزمان عندما تستيقظ، أي بعد 100 عام، سأكون أنا وكل من حولك وكل من تعرفهم تحت التراب، أهلك، أصدقاؤك، جيرانك، وكل شخص تعرفت عليه أو حتى لمحته صدفة في الشارع. حتى هذا المقطع ومن يشاهده، سنكون جميعا بلا استثناء قد مر على موتنا عشرات السنين، وأنت لوحدك هناك. بعد 100 عام من الآن سيسكن بيتك أناس آخرون، إما أولادك أو أحفادك أو غرباء لا تعرفهم. سيمتلك ممتلكاتك أناس آخرون، إما بالوراثة أو بغيرها. سينسى الناس شكلك واسمك، فمن منا يتذكر اسم وشكل جده الرابع؟ في ذلك الزمان عندما تستيقظ ستبحث عنه في التاريخ، تجد مثلا أن في عام 2022 كان هناك كورونا، ثم في السنوات التي تلتها حدثت حروب وكوارث ومجاعات، كما حدثت ازدهار وتنمية وتطور. ستبحث عن أثر لمن كنت تعرفهم، ربما صفحاتنا على الإنترنت لتجد آخر ما كتبنا قبل رحيل لنا. لو تخيلت ما أخبرتك إياه، في ذلك الزمان عندما تستيقظ ستكون وحيد جدا، ستتمنى لو أنك عشت حياتك معنا واستمتعت بها بدل أن نمت 100 عام. طيب مدام لسنا معمرين في الأرض وأنت تدرك ذلك جيدا، لماذا لا تستمتع بحياتك الآن؟ لماذا تهتم كثيرا بالمستقبل؟ لماذا تهتم كثيرا بآراء الناس؟ لماذا تهتم كثيرا بماضيك؟ فما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة كما تعودنا؟ بالمناسبة عام 2022 من شكله غريب كله إثنان، هذا التاريخ مميز، يعني اجعله لمناسبة مميزة، لن يتكرر هذا التاريخ إطلاقا عندما يأتي. نعود للموضوع. في كتاب حكمة عدم الشعور بالأمان، هذا كاتبه شخص فيلسوف بريطاني، يقول بمعناه أن رغبتنا في أن نؤمن مستقبلنا هي التي تجعلنا نعيش توتر كل يوم. يعني مثلا نحن نفكر كثيرا أننا يجب أن نعمل الشيء الفلاني حتى نحصل على هذا القدر الفلاني من المال، حتى نشتري الشيء الفلاني، حتى نؤمن مستقبلنا إلى آخره. هذا كله كلام خاطئ، يجب فقط أن تسلم أمرك لله عز وجل وتتوكل عليه. الشاعر يقول: وبحقه لأسلمن لأمره في كل نازلة وشد خناق، موسى وإبراهيم لما سلما من الإغراق والإحراق. وعندما تتوقف عن حمل هم المستقبل، حبذا لو تتوقف أيضا عن الاهتمام كثيرا بآراء الناس بك. بصراحة لا أحد يهتم، صدقني، الناس يقضون أوقاتهم في التفكير في أنفسهم والانشغال بحياتهم، لا أحد يكرس حياته في التفكير بك. ولو أن أحدا أخبرك برأيه عنك، هو مجرد تفكير لحظي، يعني لم يقضي أياما وليالي يفكر فيك كما تتخيل. جحا اشترى حمارا، ركبه هو وابنه معا، فاتهمهم الناس بعدم الرفق بالحيوان، فنزل الابن وركب جحا، فاتهمه الناس بعدم رحمته بابنه، فركب الولد ونزل جحا، فاتهمه الناس بعدم بره بأبيه، فمشى جحا وابنه بجوار الحمار، فاتهمهم الناس بالجنون، يعني كيف تمشي ومعكم حمار للركوب؟ مهما فعلت لن ترضي الناس جميعا، يعني فلن نعيش حياة محدودة لكي يرضي فلان. مين فلان بلا مؤاخذة؟ بديش أعصب. ثم إذا توقفت عن الخوف من المستقبل والاهتمام بآراء الناس بك، حبذا أيضا لو تتوقف عن الاهتمام بالماضي. الماضي بخيره وشره، حلوه ومره، لن يعود إلا في أعلامنا، إنساه. أساسا الإنسان من النسيان. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه لا يحاسبنا على أخطاء الماضي التي ارتكبناها، إذا حققنا طبعا شروط التوبة وعملنا صالحا وندمنا وغيرنا من أنفسنا. فالأولى من التفكير بالماضي هو أن تعمل لحاضرك. عام 2022 أيها الجميل عام مبشر بإذن الله تعالى، لأننا نثق بالله عز وجل أن القادم أجمل. طرحت استطلاع رأي على اليوتيوب حول ما هو شعورك حول عام 2022، 87,000 صوت، كان نسبة 82% متفائلة. خوفتك أيها الجميل. أحببت من خلال هذا الموضوع المتواضع أن نشحذ الهمم للعام الجديد، وأن نضع الأهداف والخطط، وأن نتجاوز عن أخطاء الماضي، وهيا لنرتكب أخطاء جديدة، هيا لنستمتع بهذه الرحلة، هيا لنتوكل على الله عز وجل. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، وأعجبني تفاعلكم مع المقطع الأخير. أشكر جميع من أعجب وعلق وشارك، ودمتم في أمان الله.